الرغبة في الزواج راه في كثير من الأحيان كتكون هي السبب ديال الطلاق، فبكل صراحة يعني ولينا في واحد المرحلة متقدمة جدا. كاين اللي كيتزوج فقط من أجل إرضاء الوالدين ديالو، غادي نشوفوها بأنها سي تري كاتاستروفيك. لا غيزون بور لاكيل أنني مشيت وكنقلب على الزواج جو لي ماتنون. كلمتي حتى هاد واحد النقطة مهمة جدا هي الانتقام. غادي نلقاو لارجون ولكن غادي نلقاو الأمراض والاضطرابات النفسية كذلك. الصدمة الأولى كتشكل لنا واحد الانهيار، ابناء كيبداو من هاد اللحظه هذه كيبداو يعانيو. كيفاش نخليو هذاك لو كيليبغ يكون يعني انتيليجون؟ ولكن خليني انا كاخصائي نفسي خليني نوضع كل حاجه نوضعها في بلاصتها. واحد السلسله اللي كتعاود الكلام ديالك في نسبه كبيره من الصواب، فباش نرضي ليغو ديالي غادي نظلم الاخر، هذه اكيد. عجبتني واحد الكلمه قلتي الطلاق الايجابي. ما بغيتيش تسمي الطلاق طلاق البلداء، داك الطفل ما تكونش في 24 ساعه. اللي كيتزوجوا في الاول كيتزوجوا بوغ توجور. انا ما كيهمنيش يكونوا هما مخالفين ولا مصالحين مع بعضهم البعض، انا بغيت نشوفهم جوج.